السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وغنية من برنامجكم اليومي ترحيب. نعم مساك الله بالخير يا أحمد. مساك الله بالنور يا خالد. مرحبا ومسهلا فيك. حياكم الله مشاهدينا الكرام وكذلك مستمعينا عبر موجة 97 FM. وفي حلقة الليلة راح نتحدث بإذن الله تعالى عن إنجاز قطري في رياضة الملاكمة وعن تأهل الملاكمة القطرية لأولمبياد ريو دي جانيرو. نعم مشاهدينا الكرام كذلك سنتعرف على مشاريع مؤسسة عفيف الخيرية، سنتعرف أيضا على أبرز فعاليات الدولة من خلال سلسلة من التقارير. نعم إذا البداية بتكون إن شاء الله مع حضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمراسم توقيع اتفاقية بين قطر للبترول وتوتال لتأسيس شركة نفط الشمال. بحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وقعت قطر للبترول وشركة توتال عقد تأسيس شركة نفط الشمال بهدف متابعة تطوير وتشغيل حقل الشاهين. حقل الشاهين هو أكبر حقل نفط في قطر، ننتج منه 300 ألف برميل، 40% من إنتاج قطر يجي من هذا الحقل. من تقريبا سنة قررنا ان احنا نروح للمناقصة عالمية نجيب شريك لنا لتطوير الحقل. عملنا شركة اسمها شركة نفط الشمال. شركة نفط الشمال بتكون 70% قطر البترول، وفي المناقصة فازت شركة توتال الفرنسية بتكون 30%، وهي شركة مشابهة للشركات اللي موجودة في قطر التابعة لقطر البترول مثل راس غاز وقطر غاز، بيكون فيها موظفين وإدارة مستقلة لإدارة الحقل لل 25 سنة القادمة. هي راح تجي وتاخذ العمليات من ميرسك كشركة السنة القادمة في انتهاء عقد ميرسك بإذن الله. الجدير بالذكر أن حقل الشاهين الذي يشكل 40% من إنتاج دولة قطر من النفط الخام يعد أحد أكبر حقول النفط بالعالم، حيث أنتج ما يزيد عن 1.6 مليار برميل على مدى الأعوام 22 الماضية، ومن شأن هذه الشراكة زيادة الكميات الإنتاجية إلى الضعف. حققت الملاكمة القطرية إنجازا تاريخيا بالتأهل للمرة الأولى للأولمبياد بعد الفوز ببطاقة تأهل لأولمبياد ريو 2016 بالبرازيل عن قارة آسيا خلال المشاركة في بطولة العالم التأهيلية للعبة التي أقيمت في مدينة باكو عاصمة أذربيجان. نعم للمزيد حول هذا الإنجاز معنا في الاستديو السيد يوسف الكاظم رئيس الاتحاد القطري والعربي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة. مرحبا ومسهلا فيك في استديو ترحيب، حياك الله. يا اهلا وسهلا بك واهلا وسهلا بك. عاد الحين يوسف احنا لازم نخاف منك ولا ما نخاف منك ولا شنو الموضوع؟ امورنا طيبه ان شاء الله. لا اموركم طيبه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مبروك عليكم هذا الانجاز، طبعا انا ما تبي تطلع معي الاولمبي الاولمبياد ما تبي تضبط معي. زيني ما ضحكت والله. الف مبروك عليكم. الله يبارك فيك. صراحه يعني احنا نفخر بهذا الشيء، ودائما احنا نبي التميز في كل الرياضات القطرية وفي جميع أي شيء يشمل اسم قطر، دائما ما نحب نكون متميزين فيه. وبيض الله وجهكم على هذا الإنجاز، حدثنا عن هذا الشعور وهذا الإنجاز. حقيقة يمكن الملاكمة القطرية بدأت الفترة الأخيرة يعني وضع استراتيجية واضحة من خلال يعني تأهلها للأولمبياد. نعم. وسعينا حقيقة خاصة من بعد ما صدفنا بطولة العالم. نعم. في شهر 10 2015. نعم. وكانت عندنا النية أن لازم نكون متواجدين حتى في الأولمبياد، رغم أن اللعبة تعتبر حديثة في دولة قطر وكذلك حتى على مستوى منطقة الخليج، يعني أن قطر تتأهل هذا الشيء يعني يسجل لاسم دولة قطر، وحقيقة حتى على مستوى الدولي والآسيوي والعربي قالوا إحنا حقيقة يعني نتفاجأ أن قطر بدأت يعني تخطو خطوات سريعة في تأهلها للأولمبياد. طبعا إحنا عندنا طموح أكبر وأكثر إن شاء الله أن يكون كذلك حتى لنا وجود في الأولمبياد ونحقق كذلك بصمة كويسة تسجل باسم دولة قطر. إن شاء الله بإذن الله. أكيد يعني الإنسان اللي يجتهد أكيد بيوصل الهدف اللي يبغيه، والمحاولة هي بروحها يعني شرف للإنسان، أفضل من الإنسان يجتهد
المجلس ويقعد ينتظر أنه يمكن أو ما يمكن يتم في دائرة الاحتمالات. صحيح. المحاولة هي بحد ذاتها أنه شرف. أنا ودي أسألك أستاذ يوسف، يعني شلون شفت المنافسة في بطولة العالم التأهيلية اللي صارت في أذربيجان؟ حقيقة البطولة كانت في أذربيجان تعتبر كأنها بطولة عالم مصغر. نعم. كانت المشاركة أكثر من 375 ملاكم، يعني حتى عملية أن نتنافس العملية ما كانت سهلة. نعم. حتى أن يعني تأهل لعبنا فقط معاه في نفس الوزن اللي هو وزن 60. نعم. 45 ملاكم، يعني عشان أن يطلع خمس ملاكمين من 45. نعم. لازم 40 ملاكم ينهزم. صحيح. يعني نعم. كانت صحيح. العملية صعبة جداً. حتى مشاركة الفرق الموجودة تعتبر يعني أصحاب تاريخ في لعبة الملاكمة، ولهم نعم. يعني صولات وجولات في. صحيح. الميدان. إلا نحن والله الحمد يعني وفقنا بإعطاء الحماس الأكبر للاعب. نعم. وحرصنا أن يعني فعلا أن جايين ناخذ ميدالية، ما جايين مجرد. نعم. مشاركة، جايين لهدف معين. صحيح. وهذا. نعم. ما طمحنا عليه، ولله الحمد يعني الحمد تحققت هذه الأمنية. رغم أن تمينا لين آخر لحظة في النهاية، وإحنا نسعى أن نصل لهذه الأولمبيات. والآن. نعم. كذلك عندنا فرصة ثانية موجودة إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة، وإن شاء الله نحقق بعد كذلك تأهل آخر إن شاء الله. يعني ما شاء الله احنا نتكلم عن 375 ملاكم يمثلون 92 دولة. صحيح. كم ملاكم قطري كان مشارك مع منتخبنا، وأيضا شلون كانت النتائج؟ احنا حقيقة شاركنا بثلاث ملاكمين. نعم. بوزن 81 وزن 64 وزن 60. عندنا في وزن 81 تأهل للدور 16 رغم أن كانت المنافسة قوية. أما وزن 64 كانت عنده فرصة وصل للدور الثمانية، لكن لم يوفق حقيقة، يمكن جاءت إصابة فوق العين والحكم هو يعني وقف اللعب، ولا كانت له فرصة أكبر أنه ممكن يدخل في المنافسة هذه. حتى لعبنا في وزن 60 جاءت إصابة، إلا أنه والله الحمد واصل وفاز على يمكن أفضل لاعبين موجودين، يعني لاعب من تايلند فاز عليه 2-1، فاز على اللاعب الجورجي اللي هو كان يعتبر منافس وبياخذ الميدالية الذهبية. نعم. كان المفروض ياخذ. نعم. ولله الحمد فزنا عليه، لعبنا مع نيذرلاند وحققنا نتيجة التأهل من خلال إن شاء الله. ممتاز ممتاز. وبالنسبة للاعبنا اللي ما تأهل بالعكس، يعني يمكن اللي عطلتها هي الإصابة. صحيح. لكن بالأول وبالأخير السلامة هي بلا شك بلا شك، خاصة يعني أن هذه مثل ما قال أخي خالد شرف. نعم. المشاركة. صحيح. يعني أنت يكفي أنك رفعت اسم بلادك، أن أنت مجرد شاركت وحاولت وسعيت، وكان سبب الخروج سواء كان إصابة أو. صحيح. كان اللاعب الآخر حتى لو كان هزيمة. صحيح. احنا الحين عندنا فرصه ثانيه لنفس اللاعب. نعم. عندنا نفس يعني عندنا فرصه لنفس اللاعب خلال الاسبوع القادم، بيكون في بطوله في فنزويلا. نعم. وهي اخر فرصه تاهيليه. وبنخليه يشارك لان حقيقه هو عنده الحماس الاكبر والاكثر، قال لا. صحيح. انا المفروض احقق حاجه يعني. فاحنا طبعا ما حبينا نقف حاجز لطموحه، ودائما احنا خاصه في لعبه الملاكمه انت بحاجه انك تكون داعم قوي للاعب نفسه. صحيح. خاصه اذا حسيت ان عنده ذاك الحماس والاندفاع. نعم. احسنت. فحرصنا ان كذلك يعني نشركه، وانا حقيقه من خلال حتى قناه الريان يعني شكر موصول للجنه الاولمبيه القطريه حقيقه لدعمها الدائم لمشاركتنا، وحرصها ان لازم. نعم. نكون متواجدين في جميع الاحداث الرياضيه الموجوده، لان فعلا هذا يعكس صوره ايجابيه للرياضه القطريه بشكل عام. نعم. احنا اول شيء يمكن نتوجه برساله شكر الى هذا الشاب، او يعني ان صح التعبير صاحب الوزن الستين، يعني على طموحه وعلى مبادرته، يعني ان رغم الخساره اللي تتوج بها، ولكن هي في عينه خساره، ولكن في عينه احنا هذه شرف محاوله. صحيح. فكما يعني كما يقال لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبره. فاحنا بنقول ما هي نسبه التاهل اللي يمكن نشوفها في فنزويلا؟ ما هي استعداداتكم او وش الدروس المستفاده؟ والله شوف اكون معك صريح، بطوله فنزويلا بالذات. نعم. تعتبر أقوى منافسة أن المشاركة اللي فيها الثقيل. وأكثر لأن يعتبرون. نعم. لاعبين الاحتراف وشبه الاحتراف اللي يسمونهم الـ WSB والـ ABB. كذلك لأول مرة الاتحاد الدولي ضاف إضافة أخرى. نعم. أن بإمكان إشراك اللاعبين المحترفين في الملاكمة يمثلون دولهم. نعم. يعني حتكون منافسة صعبة جدا. صحيح. أنا أكون معك صريح. نعم. لكن إحنا عشان هذا اللاعب عنده طموح أكثر فقلنا خلينا نشارك بطموحه. صحيح. ويمكن يعني تخدم الأقدار. نعم. أن في أثناء القرعة
بسرعه يعني يشارك مع لاعبين بنفس المستوى ان لم يكن نعم. يعني قريبا هو لابد ان يتمثل بالايجابيه ان شاء الله صح. يعني ولا يعتمد فقط على الاقدار لانه حتى احنا لما نشوف في مسيره العظماء ويمكن على راس محمد علي كلاي يعني رحمة. تاثر كثير لما وصل حق النتيجه والتاريخ اللي صنعه والتمجيد اللي حصل صحيح. له من بعد هذا العناء والتعب صحيح. فما في شيء يجي من اول مره صحيح. يعني صحيح. وبالعكس يعني احنا دائما نقول ان مجرد دخوله في هذه الاجواء مجرد عرف كيف الطريقه وعرف كيف التكتيك يمكن هذه بطوله كبيره مثل هالبطوله هذه يمكن اول مره يكون مشارك فيها ايضا ترى رهبه المشاركه صحيح. رهبه الجمهور انا اقول لك مثل ما قلت اخوي احمد رهبه المشاركه خاص صحيح. ان فيها محترفين ليش اقول لك انا هو اداء اكبر بس صحيح. لان اول مره ادخل هالمكان هذا ممكن ان انا ارتبك شوي ويمكن لكن يكون منافس إن شاء الله. ممكن نعم. يكون منافس ان شاء الله يعني يعطيه الدافع الاكثر وعندك بطوله في فنزويلا ان شاء الله صحيح هذه نعم هذه اللي اقول لك عن الاسبوع القادم الاسبوع القادم ان شاء الله استعداداتكم احنا الان ولا احنا مستعدين احنا فقط بنشارك بلاعب واحد في هذه البطوله بنشارك بلاعب واحد وهو طبعا الوزن 64 الا خسر في الدور الثماني رغم ان عنده يعني الاصرار انه يكون متواجد قلنا هذا نعطيك الفرصه الاخيره وان شاء الله احنا يعني بانين عليه امال نعم. انه يكون احنا طبعا دائما مثل ما قال اخوي خالد احنا ما نيأس نعم احنا عندنا نظره مستقبليه صحيح. يعني شادين العزم لازم نعمل حاجه إن شاء حتى الله. يعني ان لم نصل لكن هذه محاوله تكون صحيح. محاوله ايجابيه يكفي نعم. تسجيل صحيح. اسم قطر صحيح. في هذا البطوله صحيح. صحيح انا افضل بالنسبه لي ان انا اسجل اسم قطر واكون حاضر ولا اني انا اصلا ما اكون حاضر ولا لي اي وجود في هذا البطوله ولا تحضر في المشاركه نعم. 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 يعني انا مثل ما قلت يعني شكر للجنه الاولمبيه القطريه حقيقه اللي هي اعطتنا فرصه اكثر صحيح. للتواجد في جميع المشاركات الدوليه والاقليميه والعربيه في ان واحد يعني نعم. يوسف انا ودي اسالك يعني احنا بالنسبه للقاعده الجماهيريه اللي عندنا بالدوحه دائما ما نشوف التوجه الى اللعبات الاكثر شهره وهذا حالنا وحال ايضا الشعوب الاخرى لما لها من يعني انها تجذب الناس وتخلي الواحد مندفع ولكن متى ممكن أنا أشوف أن في توجه عندنا في الدوحة مثلا شبه القطر يقدمون على مثلا المصارعة وفنون القتالية وما إلى ذلك ومن ضمنها لعبة الملاكمة هذه فمن وين أنتم تنتقون هؤلاء الناس يعني إحنا نشوف الصالات الرياضية صحيح. ما شاء الله كلهم أجسام فليش ما تأخذوا منهم لا لا والله الحمد إحنا عندنا مجموعة كبيرة من القطريين نعم. خاصة حتى عندنا الناشئين وعندنا الشباب أنا أقول لك من بعد بطولة العالم صار عندنا إقبال كبير والله الحمد نعم. وصارت هناك في نوع من الرغبة المباشرة من الشباب أنفسهم خاصة يعني أثناء إحنا أعطاهم الفرصة بشكل أكبر وجود مدربين عالميين نعم. هي لعبة الملاكمة مشكلة الناس أحيانا تفسرها أنها لعبة خطرة جدا هي العكس ترى يعني أنت لو تشوف لعبة الملاكمة ترى أسهل بكثير حتى من لعبة يعني من لعبة كرة القدم والألعاب الأخرى يعني هي الوحيدة اللي فيها يعني ضوابط كثيرة أثناء ممارسة هذه اللعبة يعني في الحلقة الحكم موجود ممكن يعمل لك ستوب اذا حس ان في ما في تكافؤ بين الاثنين اذا حس ان اللاعب والله عنده اصابه بسيطه يعني مثل لاعبنا هذا اللي خسر في الدور الثمانيه اصابته بسيطه كان ممكن يكمل لكن الحكم قال لا وودى للطبيب طيب قال ما نبغى نغامر باللاعب نعم. خلاص رغم اللاعب اصر قلنا خلاص احنا نلتزم بالقوانين والانظمه الموجوده يعني سلامه اللاعب عندنا بالدرجه يعني لعبه الملاكمه فيها ضوابط وقوانين تحافظ على سلامه اللاعب بشكل مباشر لما نجح يوسف نتكلم عن السلامه والضوابط اكيد في كل لعبه فيها ضوابط وما الى ذلك ولكن هذه فيها احتكاك مباشر كونتاكت يعني صحيح. ولكن لما انت تجي تقارن تقول مثلا التايكوندو ولا الجودو ولا الاشياء الثانيه هذه شنو مقياسها وين موقعها هذه اللعبه بينهم من الشده والصلافه والصلابه اللي تصير بينهم هي شوف هي لعبه الملاكمه يمكن تعتمد على التكتيك والتكنيك والله انا اشوف فيها تكفخ وايد لا هي اقول لك يعتمد على التكنيك والتكتيك نعم. والقوه يعني هناك عندك مثلا ثلاث مدارس موجوده مثل المدرسه الكوبيه نعم. ما تعتمد على القوه تعتمد على التكتيك والتكنيك رغم ان هي الاول على مستوى العالم نعم شوف بعدين يجيك روسيا تعتمد على القوه والصلابه والخشونه على ما يقولون في يعني الدفاش بمعنى في الملاكمه لكن احيانا اذا كان اللاعب يعرف يتعامل مع الخصم بتكتيك وتكنيك ممكن يفوز عليه بسهوله نعم. والعكس صحيح اذا كان اللاعب يعني قليل الخبره وقدامه لاعب يعني احيانا لعبه الملاكمه ممكن تكون فيها حظوظ يعني ضربه بالخطا تجي مثل ما قلت انت يعني الاحتكاك هذا ضربه بالخطا من واحد عنيف نعم. يعني قوي يعطي يعني ضربه جامده للاعب حتى لو كان يعني محترف أو وما عمل حسابه كيف يعني يحمي نفسه نعم. شوف ممكن يعني لعبه الملاكمه يمكن أكثر لعبة تحتاج إلى لياقة بدنية عالية جدا صحيح. لأن صحيح. من أول ما ينزل الحلقة وهو قاعد يتحرك يعني تحتاج لياقة ضعف لاعب كرة القدم خمس مرات ما شاء الله يعني في بس أنا أتكلم على ثلاث دقائق لأنه بيكون بحركة ويضرب فهذا صحيح. يعني معناه كل أعضاء جسمه
تتحرك تحركت نعم صحيح. في نفس الوقت قاعد يدي مجهود كبير خلالها. إذا ما عرف يعمل توازن بينه وبين اللاعب اللي أمامه من خلال التكنيك اللي عنده ممكن يخسر، والعكس صحيح. وهي لازم مثل ما ذكرت أنت في البداية، هي بيلها تكتيك ليش صحيح. وتركيز أيضا، لأن دائما تلاحظ أن في بداية الملاكمة كل لاعب يحاول نرفز الثاني، لأن إذا اللاعب تنرفز وفقد تركيزه صحيح. ممكن يبدأ في دباشة ويخبط أي كلام صحيح. أنت تصيد عنده نقطة ضعف ممكن تغلبه يعني صحيح. هذا مثل ما تفضل أخي خالد تكلم عن الأسطورة الله يرحمه محمد علي كلاي نعم. كان هذا أسلوبه، أسلوب التكتيك والتكنيك نعم. شوف في نفس الوقت يحاول إيش يعني ينرفز الخصم اللي قدامه نعم. يعني كان يعتمد على اللياقة، يعني محمد علي كلاي كان عنده لياقة يعني تفوق لياقة أي ملاكم، كان أحيانا الملاكمين اللي أمامه يعني أصحاب يعني أجسام قوية واللي يشوف أيضا بسرعة صحيح هو ذكي دائما، يعني يسمونه حتى النحلة والفراشة، يعني حركته زي الفراشة وضربة زي النحلة اللدقة، يعني يعرف كيف يضرب ضربة صحيحة. فمحمد علي كلاي كان يفوز على الناس أكثر شيء بالتكتيك والتكنيك أكثر من القوة اللي كان، رغم احيانا كان امامه ابطال. اذا جينا حق تايسون نعم. كان يعتمد على العنف نعم. يعتمد على العنف بشكل كبير، يعني شوف نعم. احنا نسميها الدفاشه اكثر نعم. فاحيانا اذا اللاعب اللي قدامه يعني ما يعني ما عرف يغطي نفسه صح نعم. اي ضربه بالخطا تيجي من تايسون ينزل اللاعب اللي امامه شوف كيف. فعرفوا لتايسون اخر مره في اخر في اخر عهده يعني. احسن حتى اللاعب اللي يعني فاز عليه اكبر منه سنا يعني وفاز عليه يعني بأكثر من ضربة قاضية، لأن عرف كيف يتعامل معه نعم. بالتكتيك وليس بالقوة اللي كان. إذا الكفة الراجحة هنا في المقياس يكون مختلف صحيح. عن اللعبات الثانية تحتاج صحيح. إلى قوة ولياقة وسرعة بديهة أيضا صحيح. صحيح. يمكن أخوي خالد كان عنده نقطة ذكرها، صراحة أنا حبيت النقطة هذه اللي هي نقطة أن شلون نحبب الناس في هذه الرياضة وشلون نخلي رياضة صحيح. الملاكمة لها قاعدة جماهيرية كبيرة بشكل تخصيصه مثل الكورة مثلا نعم. عندنا احنا ملاكم معروف دولة قطر والكل يعرفه اللي هو علي النعيمي صحيح. هذا مصارع ولا ملاكم؟ هو هذا يسمونه ملاكم الحرة. ملاكم الحرة يعني يلعب نعم. ريولة يلعب صحيح. بيده يلعب أيوة. شيء، طبعا نعم. مش من ضمن المواصفات المعايير الخاصة بلعبة الملاكمة نعم. فعلي نعيمي لاعب جيد واحنا حقيقة حتى فتحنا المجال انه يكون جزء من نعم. اللاعبين اللي عنده، لكن ما يعني اين يمكن واحد يعني يلعب نفس لعبة الملاكمة اللي هي فقط فيها ضوابط لانه هو يحب الهواية هذه صحيح. لانه أصلاً ماخذه هواية، حتى أغلبية على ما أعتقد، يعني أنا ما متأكد من كلامي لكن أعتقد أني من متابعتي له لفترة بسيطة كان أغلبية بطولات يروح حتى مرات على حسابه يروح صحيح. لأنه هو يحب هذا الشيء صحيح. لكن أنا نقطتي اللي أتكلم عنها طبعاً أوجه له أجمل تحية أخونا علي النعيمي صحيح. نقطتي اللي أتكلم عنها اللي هي علي النعيمي كسب قاعدة جماهيرية كبيرة حببت الناس في علي النعيمي وأيضاً في الملاكمة والمصارعة الحرة، خلنا نتكلم الملاكمة الحرة الملاكمة الحرة يعني أنا ما صراحة ما أبخص فيها عدل. فاللاعبين لاعبين إذا فازوا إن شاء الله خذوا بطولة وبدأوا يطلعون شوي في السوشيال ميديا ويطلعون في التلفزيون شوي ممكن الناس تنجذب لهم صحيح. عن طريقة اللاعب نفسه. أنا أعتقد بوجهة نظري المتواضعة أعتقد أن اللاعب نفسه هو اللي ممكن يأخذ أو يحبب الناس ممكن يسوق للاعب بطريقة غير مباشرة إذا كان هو تواصل مع الجمهور دايركت على طول مثلا مواقع التواصل الاجتماعي أو شيء نفس علي النعيمي في إنستغرام نعم. حبب الناس في هالرياضة صحيح. هذه صحيح. والناس تتابعه ويستقبلونه في المطار إذا رجع وكله جهد شخصي من نفسه صحيح. وما يمكن ما سعى فيها الناس علي النعيمي بطل حقيقة نعم. أقول لك ولاعب عنده روح قتالية صحيح. ومتحمس جدا الله يوفقه وبالعكس إحنا يعني حتى كانت أبوابنا مفتوحة له نعم. وقلنا له أكثر من مرة يعني الاتحاد القطري للملاكمة أبوابه مفتوحة لك سواء كلاعب سواء كمدرب نعم. سواء كإداري حتى لأن إحنا فعلا يعني الكوادر القطرية إحنا بالعكس نحاول نحتضنها ونبرزها بشكل كبير من خلال المشاركات ما تقصرون هذول عيالنا كلهم ممكن هو شوي حاب الهواية يبي ينطلق بحريته الله يوفقه يا رب يوفق جميع شبابنا يا رب. أنا ودي أسألك يوسف قبل نطلع وياك لختام هذا اللقاء، وش الرسالة اللي أنت تحب توصلها للسادة المشاهدين لأولياء الأمور؟ يعني أنا داري إن في شباب يعني أنا أسمع إن في شباب متحمسين لمثل هالرياضة ولكن الأب هو يتدخل يكون ما نبي نكون عائق ولكن هو يشوف من منطلق الأبوة، أنا أخاف على ولدي على ظنائي ولا الأم تتدخل وتقول إنه ممكن يصير فيه إعاقة ولا شيء، في احتمالية إعاقة ممكن تصير لو مثلا ضربة بالخطأ ولا شيء هالشيء. هو طبعا صعب جدا أن أقول لك أن
اقول لك ان يصير او مسير صعب. يعني لان انا لو جيت اقارن انا في كره القدم الحين كنت تلعب كره قدم ويصير عندك كسر، ممكن تطلع من باب الصاله مستند تتخلق ممكن تلعب كره يد ولعب شعبيه اكثر، لاعب هو قافز يضرب الكوره يجي يدفع مثلا يصيد نوع من يعني الاصابه. لعبه الملاكمه يعني، وهذه رساله لاولياء الامور ولمحبي الملاكمه، احنا نقول هي لعبه هوايه وليس احترافيه. في نفس الوقت احنا كذلك يعني شاركنا اخر مره مشاركه لشباب قطريين لاول مره يشاركون في المغرب. شوف وكان في منهم يمكن اثنين اللي شاركوا معانا، واحد منهم يعني ما اخذ له شهر في لعبه الملاكمه، ولد شاب صغير اسمه علي المري. شوف فكان عنده الحماس، قلنا تعال، حتى ولي امره كان متردد، قلنا اعطه فرصه. خلي ولدي. واحنا كذلك هناك طبعا حتى الحكام على بينه كامله ان اللاعب اذا ما في يعني مستوى في الحلقة لازم اللعب يتوقف. ولله الحمد هذا اللاعب أثبت وجوده وجاب ميدالية برونزية ما شاء الله. شوف يعني أول محاولة، يعني أول محاولة يعني سبحان الله، لعب بس أنهى ثلاث جولات وفاز على لاعب الثاني بالنقاط، يعني حسس اللي قدام الناس أنا تفاجأت صراحة فيه لأن عنده الحماس. صحيح. فاللاعب اللي عنده الحماس زين، بس أنت عطى فرصة. صحيح. لا تقول والله هذه لعبة، يعني الآن مثلا يقول لك والله محمد علي كلاي صارت هذه الرعشة من الملاكمة، كلام غير صحيح. شوف كيف الناس يقول لك فلان علي كلاي كم عمره؟ يعني ما شاء الله تبارك الرحمن عدى السبعين. هو أسطورة. لا هو أسطورة نعم. أسطورة يعني نعم. هو مشكلة الناس يعني ما يعرفون يفرقون بين الهواء والاحتراف. نعم. فهنا في فرق كبير يعني. صحيح. دائما احنا عندنا لعبة أصلا هي لعبة للهواء. في نفس الوقت احنا حريصين كل الحرص في مشاركة هذا اللعب انه يكون حسب المواصفات والمعايير الموجودة بشكل يعني حامي للاعب بشكل أكبر، سواء الحكم سواء المدرب سواء حتى الطبيب يكون دائما متواجد على الحلقة مع الناس الموجودين، لو لا سمح الله في أي يعني في أي وضع خارج السيطرة، يعني حتى لو اللاعب هو يلعب أمام اللاعب اللي قدامه والحكم لاحظ أنه عدم توازن في اللاعب اللي قدامه يوقف اللعب مباشرة ويستدعي الطبيب عشان يشوف يتأكد أن الأمور طبيعية. احنا نقول عطوا عيالك فرصة وإن شاء الله اللي ربك كاتب سبحان الله بيصير لك على راسك. يا أحمد ولله الحمد الآن عندنا فوق يمكن 35 لاعب قطري ممتاز. من الشباب ممتاز. الصغار قاعدين متحمسين يلعبون. انا اقول لك يعني انا يعني انت لو قاعدين قالكم اوديكم تصورون وتشوفون وحماسهم كيف موجودين، لكن هالبطوله شاركنا فيها الكبار الخارجيه. شوف صحيح. لكن انا اقول لك ان شاء الله ان شاء الله في مستقبل جيد للمنتخب وحماس الصغار ان شاء الله. والله يوفقكم يا رب. ان شاء الله. واحنا ايضا بدورنا نشكرك على هذا اللقاء الجميل والطيب. شكرا لك استاذ يوسف الكاظم رئيس الاتحاد القطري والعربي ونائب رئيس الاتحاد الاسيوي للملاكمه، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك وشكرا للمشاهدين قناه الرياضه. موفق الله يسلمك. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، الشباب القطري سيمثل الدوله في اولمبياد ريو دي جانيرو في لعبه اخرى هي لعبه كره الطائره الشاطئيه، وصباح اليوم وصل الى الدوحه منتخبنا الوطني للكره الطائره الشاطئيه والذي نجح بالتاهل لعب اولمبياد في ريو، وكان في استقبال المنتخب بمطار حمد الدولي رئيس واعضاء الاتحاد القطري للكره الطائره. استقبل الاتحاد القطري للكرة الطائرة منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية لدى وصوله مطار حمد الدولي قادما من استراليا بعد تأهله إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وقد حقق المنتخب هذا الإنجاز بعد تتويجه بلقب كأس الكونتيننتال الآسيوي التي أقيمت بمدينة كرين الأسترالية، ليصبح بذلك الممثل الوحيد للقارة الآسيوية في أولمبياد ريو 2016. الاتحاد القطري وضع خطة عمل لمدة 4 سنوات، كانت الهدف الاستراتيجي الأهم في خلال 4 سنوات هو الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية ريو جانيرو 2016. ما في شك أنه خلال 4 سنوات هذه خاضت منتخباتنا القطرية لكرة الطائرة الشاطئية العديد من المنافسات. تم إعداد هذا الفريق بمختلف أو بكل أنواع الدعم اللي استطاع الاتحاد أن يوفره لهذا الفريق خلال مسيرة 4 أعوام كللت في الأخير بالحصول على لقب كأس الاتحاد الأسيوي والظفر ببطاقة التأهل الوحيدة عن قارة آسيا واللي تحتوي على 65 دولة آسيوية من ضمن الاتحاد الآسيوي. الاتحاد القطري في فريق واحد بطاقة واحدة هم من يمثل آسيا في دورة الألعاب الأولمبية ريو جانيرو. أنا واثق متأكد من نقطة واحدة جدا مهمة اللي هو بأنه لاعبينا راح يكون بالفعل خير سفراء لدولة قطر في هذا المحفل الكبير وخير سفراء أيضا للقارة الآسيوية في هذا المحفل الكبير. يعني
وبهذا التأهل يكون العنابي أول منتخب عربي يتأهل إلى نهائيات الأولمبياد على مدار تاريخ الدورة، وهو إنجاز جديد يترجم العناية التي تحظى بها الرياضة في بلادنا. إذن أعزائي المشاهدين، بهذا نطلع وياكم الفاصل القصير ونواصل بعده، ما تبقى من الترحيب، خلكم معنا. حياكم الله مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. أقام الاتحاد الإقطري لإراضة ذوي الاحتياجات الخاصة حفل عشاء رمضاني بمقره، وذلك بمشاركة كبيرة من الداعمين والمستفيدين. في إطار أجواء رمضانية وتواصل اجتماعي وحضور مميز، أقام الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة بمقره حفل عشاء اتسم بمشاركة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة والرعاة والداعمين في هذا المجال. الاحتفال شمل زيارة تفقدية تعرف من خلالها الحضور على إمكانيات الاتحاد وما يقوم به من جهد من أجل التطوير وتمثيل دولة قطر داخليا وخارجيا، كما تضمن بعض الأنشطة الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة. يشار إلى أن الاتحاد الذي يحظى بدعم المؤسسات الرسمية والمدنية حرص خلال الحفل على تكريم الرعاة والداعمين وشركاء العمل الذين أسهموا في تعزيز دور الاتحاد في المجالات الإقليمية والدولية. إذن أعزائي المشاهدين، وفي سياق آخر ننطلق من مؤسسة عفيف الخيرية كغيرها من الجمعيات الخيرية في قطر. تقوم طبعا هذه المؤسسة بجهود طيبة في الشهر الفضيل من خلال المشاريع الرمضانية اللي تنفذها داخل قطر وخارجها أيضا، فضلا عن المشاريع التنموية اللي تنفذها في العديد من دول العالم. أحمد، نعم مشاهدينا الكرام، معنا اليوم إبراهيم علي عبد الله الرئيس التنفيذي لعفيف الخيرية، نتعرف من خلاله عن المشاريع الرمضانية والمشاريع التنموية التي تنفذها المؤسسة داخل قطر وخارجها. يا مرحبا بك يا ابو علي. يا حياكم حياك الله. مرحبا ومسهلا، نورتنا. اول شيء نبارك لك ما تبقى من الشهر. الله يحييك، الله يتقبل منكم ان شاء الله. اللهم امين. اللهم امين. ابو علي، ودنا نسالك البدايه، لو تعرفنا عن مؤسسه عفيف الخيريه، وش النشاطات والمشاريع اللي دائما تسويها داخل الدوله وخارجها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه انا احب صراحه اشكر اداره قناه الريان، ان انتم ما شاء الله متواكبين على اخر المستجدات في العمل الخيري. الله يجزاك. عفيف الخيريه انطلقت سنه 2012. كانت محور المشاريع اللي تشتغل عليها اللي هي التعليم الصحي والتمكين الاقتصادي. حبينا احنا نتخصص في العمل الخيري، بحيث ان كل الجمعيات شغالين الان في الاغاثه وفي الامور، لكن احنا حبينا نتخصص فقط ان كيف احنا ممكن نخدم الان التعليم والصحه والتمكين الاقتصادي في رفع من مستوى تعليم الاسر المتحففه. نعم. هذه هي تقريبا يعني هذه الرؤيه، يعني الرؤيه اللي هي احنا نشتغل فيها داخل الدوحه، ولا تنطلقوا من داخل الدوحه وخارج الدوحه ايضا؟ احنا طبعا في عندنا مشاريع داخل الدوحه وعندنا خارج قطر ايضا. نعم. لكن تقريبا ممكن نقول ممكن قد 20-30%. نعم. من مثل هالمشاريع اللي هي في التمكين الاقتصادي، خلينا احنا نقول فيها في داخل قطر. ممتاز. نعم. الامانه احنا دائما يعني اللهم لك الحمد، خارج الدوله لابد الواحد ما ينسى بعد اصحابنا اللي برا، لكن دائما ما ودنا ايضا نركز اكثر على اللي موجودين في داخل الدوله. هناك اسر مبدعه ومنتجه في الدوله، متعففه ايضا، ومحتاجه شويه دعم، وانتم ما تقصرون ان شاء الله. الله يبيض وجهكم. طيب، الدول المعنيه بمشاريعكم في رمضان، وكم حجم تكلفة مشاريعكم تقريبا؟
احنا تقريبا يعني عندنا سياسة ايضا احنا في عفيف الخيرية احنا نشتغل في مناطق جغرافية نحاول ان الجمعيات القطرية الخيرية ما تشتغل فيها على اساس ان احنا يصير الخدمات كلها في مكان واحد. نعم بالضبط. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى عندنا اجتماعات دورية بينك يعني مدراء مع الجمعيات الخيرية وايضا حتى الطاقم اللي تحت منهم ان احنا يصير في عندنا توزيع كمهام توزيع كمشاريع وحتى كمناطق جغرافية. فاحنا نحاول قدر الإمكان نشتغل في المناطق اللي ممكن نقول عنها مهمشة أو ما في عليها تسليط للضوء. فإحنا مثلاً على سبيل المثال ركزنا في هالموسم موسم رمضان إحنا نركز على مثلاً ميانمار وعلى زنجبار وعلى مثلاً في بعض المخيمات مثلاً مثل مخيم الشجراف في السودان. عندنا أيضاً بعض الأوقات إحنا نكون يعني ملزمين مع المتبرع لما هو يدفع التبرع ويشرطها يشرطها إنه لابد إن هذه مثلاً حق إخوان السوريين حق الفلسطينيين. صحيح. فإحنا بشكل عام اشتغلنا الآن في معظم المناطق إذا صح التعبير ونسبة أو حجم التبرعات تقريبا 5 مليون خارج قطر. نعم. قدمناها للأخوة اللاجئين في سوريا داخل وخارج سوريا وأيضا عندنا في فلسطين قدمنا وفي أفريقيا وفي ميانمار وفي السودان وفي الصومال تقريبا. نعم. وعلي أنا ودي أسألك هل هذه التبرعات تصرف على أنها تبرعات عينية للمستفيدين المستهلكين أم أن في خطط تمكين لهم؟ يعني افترض أن أنا من الناس المستحقين لهذه التبرعات بدل أنت تسقيني وتعطيني الأكل وتعطيني هذه الوجبة ليش ما تمكنني مثلا بآلة خياطة ولا بمخبز ولا بمطعم؟ هل هذا من ضمن المشاريع اللي تأخذونها بعين الاعتبار مثلا إحنا تسدون حاجة أسرة كبيرة؟ نعم. مثلا أو منطقة حتى إحنا الآن عندنا من الأولويات أن إحنا يعني نتوجه وتقريبا إحنا ممكن نقول أكثر من 40% من ميزانية المؤسسة للتمكين الاقتصادي للأسر المتعففة. نعم. والآن صارت عندك يعني ثقافة شوية حتى عند المتبرع يقول لك يا أخي بس ليه توزعون سلال يا أخي؟ ليش ما تدربونهم ليش ما تعلمونهم؟ فإحنا أنشأنا تقريبا معهد في السودان وركزنا في مدينة كسلة في شرق السودان وفي مخيم الشجراب. مخيم الشجراب هو مخيم للأريتريين تم إنشاءه سنة 1967. نعم. فيه تقريبا أكثر من 250 ألف نسمة يوميا 40 أسرة تدخل وتطلع. فاحنا ركزنا على هذول طبعا من المحتاجين وليس سكان الاصليين لا هذول النازحين النازحين ايه على الحدود. نعم. هذول هم يعتبرون لاجئين اذا صح انهم لاجئين من اريتريا. نعم. فاحنا يوم زرناهم شفنا ان الطفل يمكن اللي عمره 10 سنوات في هالمخيم ما يعرفنا في عالم ثاني اخر. وصار عند الشباب انه هو يقول لك يا اخي انا ما ابي اكل علمني شيء صنعه. فاحنا دربنا خرجنا في شهر 4 500 متدرب من الجنسين. علمناهم على النجاره والميكانيكا والكهرباء الاشياء اليدويه اللي هي الحرفيه. نعم. وايضا الحرفية. البنات علمناهم على الخياطه خياطه الاقمشه ولا الجلديات. طيب بعد ما هم تخرجوا احنا قالوا لنا الشباب طيب احنا تخرجنا لكن ما عندنا عمل سوق عمل مش موجود. فاحنا الان اهلناهم ايضا ان اي واحد ايضا يتخرج من عندنا احنا ندخل دورة ثانية في كيفية إدارة العمل وأنشأنا بنك سميناه بنك عفيف نكفل فيه أو إحنا إذا صح التعبير نعطيه القرض الحسن للمتفوق فيهم إذا هو جاب للمشروع ويسدد المبلغ خلال 3 سنوات 36 شهر في نفس الفترة. إذا شفنا هذا طبعا في متابعة عليه. نعم. مو بس نقول هذا فلوس وفتح محل. نعم. احنا أيضا ندربه أن الآن شلون أنت تدير هذا المال. نعم. فإحنا نقول أنه خلال سنة نبغي أن تكون عندك ادخار مو بإحنا نعلمه فقط أن يكون عندك قوت يومه. نبغي يكون عندك ادخار ونبغيك توسع أنت من محلك أو تفتح فرع ثاني. نعم. إذا هو حقق هالنقاط نسقط من 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 القسط اللي عليه من الدين اللي عليه 30 إلى 20%. ممتاز. أيوة. لحظة مرة ثانية تسقط إذا حقق التارجت. أيوة. تسقط من الدين 30 إلى 20%. ممتاز. أيضا في نقطة ثانية إحنا دربنا أول 500. نعم. الآن الدفعة الثانية طالما هي أمور حرفية فأنت تحتاج إلى العمل أكثر من نظري. نعم صحيح. فإحنا قلنا لهم الآن أيضا أي واحد يدرب أي متدرب إحنا لما ندربه. نعم. أي متدرب نحطه في الورشة. أنت دخلت في برنامجنا الدربة إذا هذا المتدرب عقب إحنا نختبره نشوفه نجح أيضا يدخل ضمن الخصم. نعم. فتلقى اللي إحنا لاحظناه إن اللي فتح المحل ترى عنده يعني حماس. نعم. ويشجع المتدرب الجديد يقول له ترى تعال اشتغل ترى فيها خير أحسن ما تروح أنت تمد إيدك. نعم صحيح. فشفنا إحنا إن هذا الأمر وايد مجزي
وايضا نشوف احنا ثماره وانت قاعد تشوف الان فلوسك يعني احنا ندفع حق السلال الغذائيه عقب شهر تشوف ورا ما في ولا شيء عندك. اي لان هذا مستهلك كونسيومبل يعني. ايه نعم. لكن ما نقدر احنا ايضا نتركها. احنا مش بس كذا يعني انت انا الحين مثلا كنازح او طالع من بلدي انا جاي هنا طيب اعطيتني شهر شهرين ثلاثه انا انسان عندي عزه نفس انا يعني نازح من بلدي وضايق وحالتي لله وعندي عائله وراي عيلها بعد صعب علي بعد مديدي مهما كان انا كنت قاعد في بلدي عندي شغلي واصرف على عائلتي ولا واعطي المحتاج بعد يمكن فبعد عندي كرامه يوم تجي انت تشغلني انت مو بس انت حتى نسيتني ان انا يمكن شوي لفتره انسى اني انا اصلا نازح انا قاعد وقاعد اشتغل وقاعد اسعى كاني رايح لبلد ثاني قاعد اجمع قوتي او احسن من عيشتي فهذه بعد لها فضل كبير ان انا صحيح. انا عندي عزه نفس عندي نعم. كرامه بعد مهما كان نعم. فيعني اعتقد لها فضل كبير هذا في لها فضل حتى احنا شفناه تاثير على النفس يعني هو ممكن اذا ترى تعطيه انت السله الغذائيه ممكن هو يتم شهر ما يحتاج يشتغل في حين الان مدخوله يمكن اقل من السله لكن هو من داخله حاس انه هو انسان يعني. منتج صحيح. نعم. صحيح. نعم ولا احس اني انا قاعد هنا ثقيل او صحيح. حتى اني انا يعني نعم. الله يعينهم نعم. بس والله يفك عقوبهم والله ينصر جميع إن شاء الله المظلومين إن شاء الله في جميع البلاد آمين. لكن خلينا نتكلم الآن نرجع إلى داخل دولة قطر إحنا تكلمنا عن مشاريعكم هل تغطي جميع مناطق الدولة؟ إحنا شك ما قلت لكم في البداية إن إحنا في اتفاق بينه وبين الجمعيات الجمعيات كلها فإحنا حتى كمناطق جغرافية يعني في بعض الجمعيات مثلا على سبيل المثال الإفطارات الصائم مثلا بعضهم أخذين مناطق الشمالية بعضهم أخذين مناطق الجنوبية فإحنا هذا يصير فيه اتفاق وتوزيع بيننا إحنا ما نركز مشاريعنا في فريج ونخلي باقي الفرجان فيها يعني على سبيل المثال مثل هالسنة إحنا حاولنا إحنا يعني مو بس نشتغل على المناطق اللي فيها مناطق الصناعية والعمال حتى مناطق العزب هذه المساكين ما صحيح. في عندهم صحيح. لا دكان قريب حتى صارت في عندهم افطارات ولا كهرب بعد ولا كهرب يعني فهذه الأماكن احنا قاعدين نركز عليها وإحنا قدمنا تقريبا أكثر من 25,000 سلة رمضانية بالتعاون كان مع مجموعة أريدو وبنك بارو وباقي المؤسسات أيضا اللي في داخل قطر وقدمنا كأفطار صائم أكثر من 35,000 وجبة يعني في كثر هالامور احنا قاعد نشوفها لما يصير في تعاون بينه وبين الجمعيات احنا نشوف ترى المجهود وايد يقل والتكاليف والله تشكرون على هذا يكون في تعاون بدل لا مؤسسه واحده تركز على جميع مناطق البلاد بالعكس التعاون هذا يخليني انا اركز واسد الحاجه فعلا بدل انا فقط اغطي بدل 10 عوائل و10 عوائل في هذه المنطقه لان بعد انا عندي امكانيه معينه ما اقدر اتجاوزها ان كل تعاونهم بدل اغطي 10 اغطي حاجه المنطقه هذه كامله لاني مركز عليها ومركز على كم منطقه اللي بقدر حاجتي لها وبقدر قدرتي انا كمؤسس وقدمنا ايضا فيها المساعدات العينيه اللي هي المعيشيه وايضا دفع رسوم للمدارس وحتى للكفالات ايضا هي الصحيه لتقريبا اكثر من 40,000 يعني متعفف استفاد من هذا البرنامج عندنا داخل قطر فيها انا بدي اسالك الان ابو علي يعني بالنسبه للناس يعني المحتاجين والمنكوبين في الدول الخارجية وش المشاريع اللي انتم قاعدين تقدمونها يعني المشاريع القائمة الآن أنا شفت من ضمن الأسئلة أن أنت ذكرت في ميانمار يعني أو هذه الدول اللي قليل من الناس اللي يمكن توجه لها بالمساعدة ليش اخترتوا هالمكان هذا بالذات هل في تعداد سكاني من المسلمين كبير في نسمة يعني ميانمار طبعا هي يعني المنطقة اللي نشتغل فيها اللي هي روهانجا طبعا هي مخيمات للنازحين فيها وكلهم مسلمين فهذيلا في ذمتنا لابد نحن نقدم لهم شيء صار لهم سنين وفي بعض الاشكاليات لوصول الجمعيات الخيريه هناك ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه احنا وقعنا شراكات مع منظمات انسانيه عالميه تابعه حق الامم المتحده يحق لنا نحن نقدم المساعدات في مثل فدخلتوا بغطاء دولي يعني غطاء دولي وغطاء رسمي دخلنا فيهم وايضا بشراكه يعني بتعاون مع الحكومه ميانمار فاحنا امر ضروري ان احنا نخدم البرمويين اهل روهانجا في ميانمار فقدمنا فيها المساعدات اللي هي الاغاثيه ان كانت المواد الغذائيه والملابس وقدمنا ايضا لهم المشاريع الصحيه اللي هي من صلب تخصصنا فيها والحمد لله دخلوا معنا ايضا جمعيات قطريه شراكه احنا نفذنا لهم في ميانمار وايضا جمعيات خارج قطر فيها طبعا انتم بعلي يمكن الشخص المتبرع اللي يجيكم يعني الامانه احنا كعرب وكمسلمين خاصة في الوقت الحالي يعني أخواننا في سوريا وأخواننا في العراق خاصة في الفلوجة نسأل الله أن يفك عوقهم يمكن التركيز عليهم الفترة هذه يعني ولا حد يقدر ألوم أحد على ما نشوف من وحشية وشيء يعني
ما تتمنى حتى لعدوك. فيمكن مركزين خاصة على المنطقتين هذه، لكن يمكن البعض يجهل أن في هناك أيضا نازحين وناس يعني حالتهم أيضا يرثى لها في مناطق بعيدة مثل منمار مثل ما ذكرت. يمكن البعض يجهل حتى موقعها وين. فالأمانة يعني شيء جدا جميل أنكم حتى أعتقد ترشدون الشخص اللي يجيكم، اللي مثلا أنا متبرع عندي مبلغ وبتبرع، لكن بتبرع لمحتاج، فأنا ما أعرف يمكن لسوريا والعراق. لأن الثقافة شيخنا الآن في الجمعيات الخيرية وحتى في التبرع شوي اختلفت. والمتبرع الآن أصبح واعي أكثر. قبل يجيك يشوف الكوبونات يقول لك قصلي من كل كوبون، من كل كوبون الآن لا، يسألك هذه وين بتشتغلون فيها، شو المشاريع. يعني في السابق كانت عندهم المشاريع الموسمية، الإفطارات وهذه، الآن لا، مركزين على التمكين أكثر. فإحنا على أساس في هذا الموسم إحنا ركزنا على مينمار من اللي هي المناطق يمكن المهمشة، وأيضا زنجبار. نعم. زنجبار أيضا من المناطق يمكن ما توصل لها كثير من الجمعيات، وزنجبار طبعا تربط منطقة الخليج بثقافة وتاريخ بينه وتعاون. وهذا أيضا من حقنا أن احنا نقدم لهم. تقريبا نسبة المسلمين فيها أكثر من 98%، ما شاء الله، وهم محتاجين حق أي شيء احنا نقدم لهم. فإحنا هذه اللي هي سياسة أن احنا نعمل في المناطق اللي الجمعيات الثانية ما اشتغلت. نعم صحيح. بارك الله في جهودكم. آمين. إن شاء الله، ونسأل الله لنا وإياكم التوفيق. آمين. إن شاء الله. وأكيد هذه الجهود تأتي حذوها بإذن الله تعالى، ولكن الصبر بالأول بالأخير مطلوب من الناس. وأيضا توجه برسالة إلى كل يعني الناس اللي حولنا اللي موجودين بالدوحة وخارج الدوحة، أن يجدون بما لديهم على أنفسهم، عن عيالهم، عن المرضى اللي عندهم في البيت، ويقدمون اللي يقدرون عليه كل واحد ومقدرته. يعني الحمد لله إحنا ننعم ب يعني بخيرات من الله عز وجل، الله ما لا يعد ولا يحصى، والحمد لله رب العالمين. نعم. نعم نعم نعم، الله يبيض وجيهكم. نعم. يمكن ما ادري احمد تبي تقول شيء ولا انا بشكر بعدين بقول. الله يجزيك الخير، واحنا ايضا نشكرك على تواجدك معنا الشيخ ابراهيم علي عبد الله، رئيس التنفيذي لمؤسسه عفيف الخيريه. الله يوفقكم ان شاء الله. يوفقكم ما قصرتوا ان شاء الله. نسال الله تعالى ان يفك عوق جميع المحتاجين في جميع البلدان وجميع المظلومين ان شاء الله. اللهم صل على محمد. امين ان شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. ان شاء الله مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم، لكن بطلع فاصل قصير وبعدها راجع لكم، خليكم معنا. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. بالتزامن مع ختام العام الدراسي وإعلان النتائج النهائية لطلبة الثانوية العامة، عقد لقاء تعريفي للطلبة الراغبين لاستكمال الدراسة الجامعية في بريطانيا، حيث تواجد خلال اللقاء مكاتب الجامعات مختلفة في بريطانيا، كما عقدت أيضا ندوة عن إجراءات ما قبل السفر للمملكة المتحدة. نظم المجلس الثقافي البريطاني وبالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي لقاء تعريفيا للطلبة الراغبين للدراسة في بريطانيا للعام الأكاديمي 2016-2017. يتم تنظيم هذا الحدث للمرة الرابعة على التوالي لإعطاء المعلومات اللازمة للطلاب الراغبين بالدراسة في المملكة المتحدة. الحدث مهم جداً لكونه يعطي المعلومات الرئيسية التي تساعد الطالب على بدء مسيرته الدراسية أو رحلة الدراسية بداية صحيحة، من حيث يعني معرفة الجوانب القانونية وغير القانونية الأكاديمية وغيرها في المتعلقة بدراسته في الخارج. تواجد خلال اللقاء مندوبين ل15 جامعة بريطانية، عرضوا خلالها للطلبة مميزات الجامعات بالإضافة إلى التخصصات المختلفة لديهم، الأمر الذي يتيح خيارات أوسع للطلبة قبل اتخاذ قرارهم المستقبلي. طبعا تعرفت على المكان عن طريق السوشيال ميديا. طبعا جيتني ادور على الجامعه اللي تناسبني وانا خريج 2016 من الثانويه، وان شاء الله احصل على الجامعه اللي تناسبني، وما شاء الله في وايد جامعات، وان
شاء الله أحصل على قبول. أنا جاي هني عشان أدرس في بريطانيا، فجيت بسأل وزارة التعليم عن التعاقد إذا كنت حصل قبول مشروط ولا شلون، متى أنتظر الشهادة وعشان حصل قبول غير مشروط، وأشوف الجامعات إذا في جامعة مهتم فيها مثلاً أقدم عليها ولا لا. يشار إلى أن عدد التخصصات العامة التي أدرجتها الوزارة في خطة الابتعاث للعام الأكاديمي القادم لدرجة البكالوريوس هي 15 تخصصاً للبعثات المتاحة. وفي الأنماء تشهد منطقة الوسيل طفرة سياحية من حيث قيام منشآت جديدة بأحدث المواصفات العالمية. نتابع التقرير مع بعض. في إطار التطوير المستمر لقطاع السياحة والفندقة لمقابلة احتياجات السوق المتنامي في مجال السياحة والتسويق، أعلن عن قيام مشروع لوسيل في المنطقة الجديدة لتطوير فندقين وفق أحدث المواصفات العالمية وعدد من المرافق الأخرى. المشروع مشروع متكامل، فأنت تتكلم عن البحر كمنظر، تتكلم عن فنادق، وتتكلم عن تسوق. من البداية وإحنا نشوف إيش الأشياء الجديدة اللي إحنا ممكن نسويها، والحمد لله وفقنا أن نطلع بهذا المشروع. المشروع يأتي في سياق المشروعات المتكاملة وبرؤية جديدة استوعبت كل الخبرات العالمية في مجال العقارات الحديثة والسياحة والتسوق. هذا في شأن آخر، نظمت شركة فودافون مأدبة إفطار أعلنت خلالها الفائزين في مسابقة تحدي العطاء اللي أطلقتها مع بداية شهر رمضان المبارك. تفاصيل أكثر نشوفها من خلال التقرير التالي. في شهر الخير والعطاء للعطاء قيمة كبرى، من هنا كانت مسابقة تحدي العطاء التي أطلقها فودافون قطر مع بداية الشهر الفضيل، واختتمت بمأدبة إفطار حضره مسؤولون من فودافون وممثلون عن الجمعيات الخيرية والمشاركون في المسابقة. شركة فودافون قطر تساهم كل سنة في رمضان بمشاريع خيرية كجزء من المسؤولية الاجتماعية اللي جرت العادة أن شركة فودافون قطر تساهم بها بشكل مستمر. فبدينا في السنة الماضية بتحدي سميناه تحدي العطاء، وكان هذا التحدي هو تحدي العطاء معتمد على منصات التواصل الاجتماعي، وهذا كان أول عمل يقام في جمع التبرعات من خلال مؤسسة خاصة ترتبط بالأعمال الخيرية ومن خلال سفراء. فسميناه تحدي العطاء، وتم في العام الماضي، ونتيجة النجاحات اللي حققها نتيجة اختيار مجموعة من السفراء. هذول السفراء هم سفراء سميناهم سفراء الخير، وهما من الناشطين المعروفين في وسائل التواصل الاجتماعي. بعدها احنا يتم اختيار هذيل الناشطين، هم يختارون الجمعيات الخيرية وايضا يختارون مشاريع محددة، هذه المشاريع المحددة في اعمال الخير، ومن ثم من خلال منصة خاصة بالتصويت من خلال ابلكيشن محدد قامت فيه شركة فودافون قطر، تم جمع اصوات كثيرة لهذه المشاريع لهذه الجمعيات الخيرية، ومن ثم فودافون قطر مسؤولة بأنها تتبرع بما قيمته 10 ريال لكل صوت من هذه الأصوات. هذه الليلة بهذا المساء احنا نحتفل بختام تحدي العطاء، فاز بالمركز الأول جمعية قطر الخيرية، وبالمركز الثاني مؤسسة راف الخيرية، والمركز الثالث جمعية عيد، وفي المركز الرابع جمعية روتا. بالنسبة لنا كلهم فائزين وكلهم حققوا عمل خير، عمل إنساني، عمل يخدم كثير من هذه المشاريع الخير، وأيضا النجاح اللي حققه هذول السفراء. فبالنسبة لنا الكل فائزين، ولكن تحديد هذه المراكز يرتبط بأعداد المصوتين لهذه المشاريع الخيرية.
نسخة هذا العام من المسابقة حققت نجاحاً كبيراً من خلال جمعها 1,008,500 ريال قطري، وهو ضعف المبلغ المسجل العام الماضي. إذن وبذلك نكون وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات يمكنكم التواصل مع فريق عمل البرنامج من خلال المشاركة عن طريق تويتر هاشتاج برنامج ترحيب، عبر انستغرام الريان تي في. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم، وفي أمان الله.